السلام عليكم، أنا سلمى محمد. أنا هتكلم عن العمارة القوطية في أسبانيا، عن كاتدرائية جيرونا في جيرونا في كاتالونيا في أسبانيا. كاتالونيا هي من المدن الرئيسية الموجودة في أسبانيا، هي بتبعد 99 كيلو عن برشلونة. والكاتدرائية موجودة في شمال شرق كاتالونيا. الكاتدرائية هي كانت موجودة في العصر الرومانسكي في القرن ال11، واستكمل بنائها في القرن ال13، وانتهى من بنائها في القرن ال18. ده كان بسبب انه في سنة 1312، بجانب انه كانت حالة الكاتدرائية ابتدت تتدهور وابتدت تكون سيئة، انه كان في زيادة سكانية وتوسع في المدينة، في مدينة كاتالونيا، فأصبحت الكاتدرائية صغيرة نسبيا على الناس وعلى عددهم، فكانوا عايزين يستكملوا بنائها ويطوروا منها بدل ما كانت حالتها تتدهور، لأن هي كانت ابتدت حالتها تكون سيئة. الكاتدرائية كانت موجودة، كان في المنطقة دي كنيسة كانت موجودة. الكلام ده كان قبل سنة 714، قبل الفتح الإسلامي. لما جه الفتح الإسلامي، المنطقة دي أو الموقع ده اتحول لكنيسة، لمسجد. وبعدين جت الفرنجة بقيادة شارلمان سنة 785، حول المنطقة دي من جامع لكنيسة. علشان كده وهي دي كانت الكاتدرائية القديمة. يعني الكاتدرائية القديمة دي ما تبقاش منها في الكاتدرائية الجديدة غير الدير اللي كان ملحق بيها، الدير اللي هو هنا او اللي هو ده، وبرج شارلمان. برج شارلمان اللي هو ده، وهنا ده برج شارلمان. ده لسه موجود، هو والدير بس الحاجة اللي اتبقت من يعني النمط الرومانسكي اللي كان موجود. زي ما قلنا انه تم إعادة بنائها في العصر القوطي. بيير ساكوما هو اللي قام بإعادة بنائها. الكلام ده كان سنة تقريبا، يعني في مراجع بتقول 1312 وفي مراجع بتقول 1416. كان مصمم ان هي تكون ذات يعني 3 اروقة موجودة فيها، يعني 3 نيفز، بس اللي اتنفذ هو رواق واحد ونيف واحد فيها بس، اللي هو النيف ده. وطبعا هنا البحر كبير قوي، السبان كبير قوي، النت سبان يعني 23 متر. وبكده يكون ده اعرض نيف اتعمل في كاتدرائية في اوروبا. وهي الكنيسة دي الكاتدرائية بتمتاز بالموضوع ده. هي بتيجي في المركز التاني بعد كاتدرائية سان بيتر الموجودة في إيطاليا. هي سان بيتر عرض الرواق بتاعها 25 متر، دي عرض الرواق بتاعها 23 متر. ده النيف 23 متر، طبعا ما فيهمش دعامات من النص او حاجة. وبكده بقت هي دي الكاركترايزد فيتشرز يعني اللي موجودة في الكاتدرائية. لو جينا نتكلم عن الدير، فزي ما قلنا ان الدير اللي هو هنا ده الحاجة اللي متبقية من الكاتدرائية القديمة. الدير ده طبعا نمط رومانسكي، موجودة فيه أعمدة ذات تيجان. التيجان دي منحوتة اهي، هنا الأعمدة بتاعته. وكمان في أركيدز فيه أهو، ده شكل الأركيدز الموجودة، ده الدير. كمان موجود في الكاتدرائية حاجة زي متحف، هما بيسموه ميوزيوم. الميوزيوم ده اللي هو هنا موجود فيه رسومات كتيرة وبينتينجز كتيرة لأشهر الرسامين. طبعا اهمها صورة فيهم هي صورة السيدة العذراء. لو جينا نتكلم عن البلان،
فهنقول انه هنا النيف، كل ده النيف، هنا المحراب او الابس او الكروسنج، الالتر او المذبح، ده الامبيلاتري، طبعا ده الانترنس. هنا هنلاقي حاجة مختلفة، انه احنا مش هنلاقي ايل، علشان كده في مراجع كتير قوي، واهم المراجع كمان كاتبه انه الكاتدرائية دي هي ايلس، يعني ما فيهاش ممشى. مش بمعنى ما فيهاش ممشى يعني ما فيهاش حتة نمشي، بس بمعنى انه الممشى مش، ما فيش حاجة مفرقة ما بينه وما بين النيف. يعني احنا لو شفنا هنا ده الانتيرير، انه الايل مفتوح على النيف، وده اللي بيخلي بعض الناس تطلق عليها لقب ان هي ايلس. كمان الرواق ده هو متغطي بقبو متقاطع، وفي دعامات بيسموها دعامات قوطية، اللي هي دي اللي هي هنا، اللي هي الجوثيك باتريسز، اللي شايلة القبو المتقاطع ده، اللي هو الكروس فولت. الكروس فولت اللي موجود في الرواق. هنا هنلاقي دي منطقة المحراب، بيفصل منطقة المحراب عن منطقة الرواق حائط سميك، اللي هو الحائط ده. الحائط ده فيه طبعا 3 arches، pointed arches بالذات، وفي هنا نافذة مركزية كبيرة اللي هي الروز ويندو، اللي من أهم الأدفانتج بتاعتها وأهم مميزاتها إن هي بتدخل لايتنج وإضاءة للرواق. ووراه منطقة المذبح. المحراب متغطي ب ترابيزويد فولت، يعني قبو شبه منحرف. والمذبح كمان المذبح كمان موجود فيه، المذبح كمان الحاجة اللي بتميزه ان هو معمول من رخام ابيض، وبتوجد فيه كثير من الاعمال الفنية. طبعا الامبيلاتري كمان فيه ترابيزويد فولت، وكمان فيه بيرز اللي هي الدعامات اللي شايلين الفولت. فكده نبقى نقدر نتكلم عن السيستم الإنشائي للكاتدرائية، إنه الرواق متغطي بقبو متقاطع، ودعامات اللي هي ذات النمط القوطي الجوثيك باتريسز، الأمبيلاتري متغطي بترابيزويد فولت وبيرز يعني دعامات، والمحراب كمان متغطي بترابيزويد بيرز بترابيزويد فولت. هنلاقي إنه كمان الجدران الجانبية للكاتدرائية هنا بتقسمها أركيدز، وكمان في ترايفوريوم وبينتد جلاس. ده اكزامبل من الزجاج الملون الموجود داخل الكاتدرائية. وهي كانت الكاتدرائية طبعا مشهورة بال هي كاتدرائيات عموما في العصر القوطي في اسبانيا، يعني في اسبانيا فيهم ارت وورك او بينتد وورك كويس قوي. لو جينا نتكلم على، احنا هنا هنلاقي انه ده صورة القبو المتقاطع اللي بيغطي الرواق، وهنا ده الحائط السميك اللي بيفصل الرواق عن المحراب، وفي الروز ويندو او النافذة المركزية، وفي الثلاثة أركيدز منهم اللي في النص طبعا هو الكبير، وهما بوينت دورس. لو جينا نتكلم على الكاتدرائية من بره، الواجهة، دي الواجهة الغربية اللي هي هتبقى هنا. دي مميزة جدا لأن هي طبعا فيها الأول 86 سلمة، فيها بوابة اللي هي بوابة سانت مايكل، فيها طبعا روز ويندو. الروز ويندو دي طبعا حواليها زخارف، هنا دي الزخارف اللي حوالين الروز ويندو. وطبعا أول حاجة بتلفت النظر التماثيل اللي موجودة على الكاتدرائية من بره، هما 12 تمثال غير التمثالين اللي موجودين جنب الروز ويندو. طبعا في نيش، النيش ده يعني حتة
داخلة لجوه شوية من الحيطة اللي هي الحتة دي الريسست شوية، بتبقى معمولة علشان يتحط فيها تمثال. وبكده يبقى هما ميزوا قوي الكاتدرائية دي بعدد التماثيل اللي فيها. هي عموما الكاتدرائية دي كان مشهور ان فيها تماثيل كتير قوي. كمان كان مفروض انه فيها تماثيل للرسل الاثني عشر، بس هما دلوقتي للاسف ما بقوش موجودين، بتبقي بس منهم اتنين موجودين في الكاتدرائية بس من جوه. طبعا برج تشارلمان زي ما كنا اتكلمنا عليه ان هو الحاجة المتبقية من العصر الرومانسك يعني. برج تشارلمان ده هو البرج القديم، مسقطه الأفقي هو عبارة عن مربع فيه 6 مستويات وفي شبابيك كمان مزدوجة. في برج جديد اتعمل كان المسقط الأفقي بتاعه والبلان بتاعه مثمن وكان فيه 6 أجراس، بس ده للأسف مبقاش موجود. ودول ده التمثال الموجود في أول صف على الشمال اللي هو هنا، ده التمثال الموجود الناحية التانية على اليمين اللي هو هنا وهنا، ده التمثال الموجود في تاني صف على الشمال اللي هو ده. ده بالنسبة الواجهة الأساسية. الواجهة الجانبية اللي هي في جنب الكاتدرائية اللي هي دي، طبعا هنلاقي ان اللي بيميزها وجود هنا بوابة تانية. البوابة دي فيها زخارف، وده جزء من الزخارف الموجودة في اهي هنا اللي هو هنا الموجودة في البوابة دي. هنا ده هنتكلم عن الدير زي ما قلنا، الدير الرومانسكي، وده هنا برضو الدير الرومانسكي او الكلوستر يعني. هنتكلم على حاجة كمان مميزة قوي بيها، هي تابستي اوف كرييشن او نسيج الخلق، او بيطلقوا عليه تابستي اوف جيرونا لان هو موجود بس في جيرونا اللي هو ده. ده عبارة عن يعني حاجة زي سجادة، هي معمولة نيدل ورك من خيوط يعني. دي بتشرح قصص كتيرة موجودة. طبعا في النص في الدايرة اللي في النص موجود ده صورة للسيد المسيح، وبعدين بتشرح ال7 أيام اللي اتعملوا فيهم الأرض، فيها صورة وتخيل لآدم وحواء كمان، وفيها كمان قصص من الكتاب المقدس. هنا دي منطقة الكروسينج، منطقة الكروسينج كمان موجود قبر اللي هو القبر ده، القبر ده لرومان برجي وزوجته. ده موجود في الكنيسة، ده على باب، الباب ده بيسموه ساكريفاي دور.